لتأمين سير أشغال التظاهرات العالمية للمناخ، فرق متعددة تعمل ليل نهار على ضمان تغطية أمنية ناجحة. اليوم نتعرف على جانب من الإجراءات التي يباشرها الدرك الملكي. خديجة الجمالي. في إطار القمة العالمية حول المناخ كوب 22 التي يحتضنها المغرب بمراكش، جندت قيادة الدرك الملكي فرق مكونة من الكلاب المدربة، وذلك بهدف التدخل السريع وضمان الأمن، سواء على مستوى موقع باب إغلي حيث فعاليات قمة المناخ، أو بمداخل المدينة الحمراء كما بمطاري محمد الخامس الدولي ومراكش المنارة. بعد الفترة التدريبية والمرور بمراحل التأهيل، تصبح الكلاب التابعة للدرك الملكي قادرة على القيام بمجموعة من المهام، ومن بينها البحث والكشف عن المتفجرات. هذه الأخيرة تعتبر من المهام الحساسة لهذه الفرق المختصة. بالإضافة إلى حاسة شم جيدة، يجب على الكلب المدرب أن يتحلى بالهدوء، وذلك لضمان نجاح المهمة. كلاب مدربة على البحث والكشف عن جميع أنواع المتفجرات، الأسلحة النارية وكذا الذخائر. ومن أجل ضمان تغطية أمنية ناجحة، يتم وضع هذه الفرق على مستوى المطارات، وذلك من أجل مراقبة الطائرات وتفتيش الأمتعة، وكذلك يتم وضعها على صعيد نقط التفتيش التابعة للدرك الملكي. وفيما يتعلق بمراقبة الأمتعة والعربات، يمكن للمدرب أن يستعين بالضوء من أجل توجيه الكلب نحو الشيء المراد تفتيشه. وعلى مستوى مراقبة وتفتيش الأشخاص بمختلف المداخل، يتم وضع الكلب بجانب مدربه، وبمجرد أن يكتشف الكلب وجود مادة متفجرة أو سلاح ناري أو ذخيرة، يقوم هذا الأخير بملاحقة المشتبه به. وبفضل نشر فرق التفتيش المكونة من كلاب مدربة تابعة للدرك الملكي، تعمل هذه الأخيرة بنجاعة على تأمين المواقع الحساسة وضمان سير أشغال التظاهرة العالمية كوب 22 في ظروف آمنة.